الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، وقف بنا الحديث قبل صلاة العشاء على المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون مد معروف لديكم جميعا، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. نعيد، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. لما قلنا هو أن يأتي حرف المد خرج إيش؟ ما هو غير حرف المد كالحروف الصحيحة أو حرفي اللين، وبعده حرف ساكن. لما قلنا ساكن خرج مين؟ حروف المتحركة. لما قلنا سكونا عارضا خرج مين؟ المد اللازم يعني السكون الأصلي. وضح؟ شفتوا كيف التعريف جامع مانع؟ تمام؟ ويأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. طبعا الأمثلة معروفة، الألفي مثل الرحمن، الواوي مثل تعملون، اليائي مثل نستعين إلى آخره. هذا المد بارك الله بكم، ركز معي شوي، ركز معي شوي. هذا المد روي لنا قصرا، يعني حركتين، يعني كأنه ما في مد. وروي لنا أربعا يعني توسطا، وروي لنا طولا يعني كاللازم، لأنه يشبه اللازمة جدا. الفرق بينهم كلمة سكون أصلي وكلمة سكون، هذا الفرق الوحيد، هذا الفرق الوحيد. إذن المروي في هذا المد قصر أو توسط أو طول. تعليل المروي اللي اتفقنا انه هذا اجتهاد من العلماء، قالوا انه من مد العارض للسكون ستا فقد الحقه بمين؟ باللازم، بجامع اللفظ. جامع اللفظ يعني اللفظ فيهما واحد. لما نحن بننطق المد اللازم ماذا ننطق؟ ننطق حرف مد وبعده حرف ساكن، ولما ننطق العارض للسكون ننطق حرف مد وبعده ساكن، فاللفظ فيهما واحد، لكن واحد سكونه أصلي والثاني سكونه إيه؟ عارض. فبجامع اللفظ عومل العارض معاملة اللازم، هكذا قالوا في تعليل الطول. وفي تعليل القصر قالوا الذين قصروا معناته ما اعتدوا بمجيء السكون العارض نهائيا، وكأنه ما جاء شيء، يعني تعملون وصلا مثل تعملون وقفا، نفس الطول، مجيء السكون كعدمه. بيسموه هذا أخواني عدم الاعتداد بالعارض، ومده طولا بيسموه الاعتداد بالعارض، يعني اعتدوا بهذا السكون كأنه لازم. طيب، واللي مدوا أربعة قالوا اعتدوا بالسكون ولكن اعتدادا جزئيا. ما معنى اعتداد جزئي؟ يعني لم ينكروا أثر مجيء السكون بعد حرف المد كالذين قصروا، ولكنهم في الوقت ذاته لم يعاملوا السكون العارض معاملة مين؟ السكون الأصلي اللي هو اللازم، فمدوه يعني أكثر من حركتين لكن أعطوه رتبة أقل من اللازم، فأعطوه التوسط، هكذا قالوا في تعليل ذلك. بعدين الله يسلمكم، يعني ذكرنا بالأمس وهذا معروف لديكم جميعا أن تلاوة القرآن العظيم نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وتوسط وسرعة. ألا تلاحظون بأن طول العارض للسكون يتناسب مع القراءة البطيئة، وأن قصر العارض للسكون يتناسب مع القراءة التي هي حدر وإسراع، وأن توسط العارض للسكون يتناسب مع من؟ مع قراءة التدوير التي لا هي سرعة ولا هي بطء. لأنه دائما إخواني تلاوة القرآن العظيم مبنية على التناسب. شو شيء اسمه إيه؟ التناسب. عرفتوا شو التناسب؟ يعني الأشياء بتكبر مع بعض وبتصغر مع بعض.
بحيث يبقى بينها تناسب. مثل لما نحن كنا أطفال كانت إيدينا هالطول ورجلينا كانت هالطول، لما كبرنا كبروا إيدينا ورجلينا، مو بخيو أجسامنا صارت كبيرة وإيدينا ما زالت صغيرة ولا لا؟ فنحن كبرنا كلنا، دائما في نسبة وتناسب. كذلك تلاوة القرآن، يعني ما من يعني المتناسب أن تكون القراءة سريعة والمد العدد للسكون إيه؟ 6 حركات، ما مو راكبة، شايف كيف؟ هي مو ممنوعة، مو ممنوعة، لكن مو يعني إذا بدك الأكمل لا تعمل هيك. إذا بدك الأكمل لما بتسرع أخصر، شايف؟ لما بتبطي طول. إذا بدك الأكمل، نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. ليش عم نقول بسبب الوقف؟ لأنه لسه في سبب تاني ما تعرضنا له هون حتى ما نكتر كلام، اللي هو بسبب الإدغام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا على غير حفظ. فلما سكننا الهاء من فيه سكناها للإدغام، فهذا سكون أصلي ولا سكون عارض؟ سكون عارض، لكن مو عارض بسبب الوقف، عارض بسبب إيه؟ إدغام. فلذلك بيقول لك سكونا عارضا وقفا أو إدغاما، وقفا أو إدغاما. لكن نحن ما منحب نكتر، ما منحب نعطي الطلاب معلومات توجع لهم رأسهم على الفاضي، عرفتوا كيف؟ يعني خلي نعمة، إذا عارف العرض للسكون نعمة. أصلا ما في عنا إدغام كبير برواية حفص إلا كلمة واحدة اللي هي مكنني، ما قال ما مكنني فيه ربي، فأي أصلها مكنني. نعم. طيب، والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق. ليه؟ لتتناسب القراءة. تنبيه، إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة للمد العارض للسكون فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته، يعني في ذلك المجلس. تبهنك؟ يعني مثلا نفرض أحدنا يصلي إماما، ما من المناسب أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لك حيرتنا، أنت شو بدك؟ بدك تقصر كمل على القصر، بدك توسط وسط من أول، واللفظ في نظيره كمثله. بها المجلس هذا انتهى المجلس، افعل ما شئت. انتبهنا كيف؟ لكن في المجلس الواحد إذا ابتدأ بمقدار فليكمل به. مرة سألت أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه ويجزي عنا كل خير، قلت له سيدي يعني بنسمع من بعض الناس في المجالس في المساجد أو غيرها لما بيقرأ مثلا في محفل بمد العدد السكون بقدر معين، لما بده يختم التلاوة شو بيعمل؟ بيطوله شوي إشعارا للسامعين بأن التلاوة في مانع. فأطرق الشيخ الله يرحمه، وكان هذا من عادته، ما كان يجيب على سؤال مهما كان السؤال سهل إلا أن يطرق ثم يتكلم. أطرق بعدين رفع رأسه قال لي يا عمي ما وجدت ذلك منصوصا، لكن إن شاء الله ما فيها شيء. هي قال لي يا عمي ما وجدت ذلك منصوصا. عرفت شو منصوصا يعني؟ إنه قال لي لكن إن شاء الله ما فيها شيء. ليش عم يقول إن شاء الله ما فيها شيء؟ لأنه يعني هذا وارد وهذا وارد، وطالما أنه استعملها لحكمة وهي إيش؟ يعني إشعار السامعين بانتهاء التلاوة، يعني هذا هكذا كلام حبيت أنقل لكم يعني.